السلام عليكم، أهلين فيكم في آخر جزء من الفلوق هذا، الفلوق اللي ما توقعت أن يكون كذا، بس ما بيطولها معاكم فخلونا نبدأ. هذا مصري؟ ما ادري والله، المخطوطات هذه كنا فيها حروف عربيه الا فيه فيها يا اخي والله ماني دي عرب عرب كنا حروف عربيه هذه عربي؟ دقيقه ترى بس تحس انه فيها حروف عربيه فيه اي وفي حروف عربيه تحس تعرف هذه اللي في هذا كنا والجمه كنا لام قديم جدا مره زمان لام مقلجعي. لا هذا ما مب... هذا ما الفراعنه هذا ولا بس خطه ما احلى من خطي رسم خطياتي هذا هو بداية علاج المخ هو الطب يعالجون المخ كذا يعني صار مشاكل ترى صدق كانت في شغلات كذا اللي يجي له صداع يكسرون اللي يجي له جنون يقول لك في سحرة ولا جن ولا شيء يفتحون راسه عشان يقول لك طلعون الجن ولا السحرة حتى المخ إذا كان مخ إنسان أو الجمجمة تختلف عن الجمجمة ولا لا هذا شلون قاطعين وصح هذا الله الحين هذا الحين الجمجمه كذا جايه بس اذا كانت دي جمجمه انسان تحس انها ما ادري كيف جاي لحق انسيابيه لحق الهواء فرست يعني الكتروني كمبيوتر مو بميكانيك وش هذا شوف الصورة اللي ورا سنة هذه ارت والله كيف كيف جاب شخط وكبكب بس كيف نايم ذا ما 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 تطبق هاي العقل على ما تفكر الحين ذي لي صوره من صور اوكي هذه لك صوره راج من هنا بالجوال سناب شات تمشي 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 وتقرب صوره من صور لا ايوه تقرب هنا وتشوف صور الناس عادي حتى ردت كل يسوونه يسوون صوره بميمز يسوون ميم بميمز ميم كمان فوق ده تتعاد لبس شماغ ده فرق ما ادري الله كم شماغ السكسوكه سعوديه بس الشماغ وين متاكد منه هذا بوش ذا سنت اوكي طيب او طبعا مودل دبل ان 1905 البرت اينشتاين ميد وات سيمد ات ذا تايم تعلمين البنات تسوون كذا الحركات ما ادري شو هو لسه اول راح يسوي لك فيس في حياته والله اسكت فيه ذا انسايد وان اينشتاين ذا نوبل برايز سو فار Several experiments have confirmed that light is indeed a wave and a particle, but not exactly. The problem is that in such experiments, light behaves either as a particle or as a wave. No one has ever found a way to see it do both at the same time. A stream of electrons ride past the wire holding the trapped light, so close that the light and the electrons were forced to interact. يقول لك إذا زاد العلم وكل شيء يفتر مخك يعني السؤال حقه أنك أنت تقدر تصور نفسك مع الإنارة الحين الضوء أقدر أصور نفسي بس كيف أصور الإنارة شقل مخك شقل مخ هذا إذا خلاص تحس أنه يقفل مخك توصل له العلم لدرجة أنه يسوي الفلبت كذا أنا هو أنا أصور علي من النور يطلع النور يعكس على علي صح الريفليكشن هذا اللي يطلع أنت أصلا تصور لايت طيب ما ادري سالفته لا صورتك هو الرفلكشن حق النور هذا اللي يبني صورتك طيب كيف اصور النور انا ما ابي الضوء اللي بيساوي رفلكشن لان ما طلع رفلكشن حق الضوء
لازم تسوي لازم تجيب شيء اقوى من الضوء اللي يصير تصور الصدمه اللي تطلع عشان يطلع البارتكلز. المهم انه كم عاديه ما توقع تجيبها ما في اصلا ما تجي اذا يا كيف تصور الضوء؟ لا انت اللي صورت سلو موشن اللي تشوف الدبدبات. اوكي صح صح لا لا لحق الفلوروسنت النور ما في نوع من انواع اللمبات. ايه اللمبات القديمه اللي لما تصورها على ذلك والكهرب متردد اي متردد ولا مستمر هذا اللي يسوي. صح صح هذا الان ترى يسوي لك الدبدبات بس احنا ما نشوفه قاعد يكذب بالضبط. ادري خلينا نعطي واحد سلو موشن في كهرب متردد مستمر وفي تلفزيون كمان برضه ينفعك علي اللي بيسويه يعني. يلا تذكر انت اللي نار القديمه لما كانت لد اللي تشقلت تشتغل تطفي شديدين خلاص تثبت لم تزبطه. لا 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 صور الشاشة؟ يا ممكن الشاشة ممكن هذا في الحرب العالمية ذي الغواصة شوف شكلها من ورا حس إن إذا خلاص إذا ما في دولة تعيش فيها سوي لك واحد وعيش فيها هذا يدور على إنه نعم علماء. بعدين روح البيت بعدين. هذا الكمبيوتر والحرب العالمية والش اسمه الأكواد السرية وال. هذا فيلم ذا؟ إيه فيلم. شوف شو الكلام شو يكتبونه يفسرونه. لا كلام اللي فيها صراحة. هذا دكتور سترينج إذا تذكره. أنه هيومن إيرور؟ لا والله مارفل. وهذا يمثل بعد شو اسمه؟ مثل شارلوك هومز. أوكي شوف شارلوك هومز عجيب بالله سايز فوتو أنا ورجال إلا هو شوف حجم الجهاز ده شفت إلا والله صادق شفت حجم الجهاز ده اسمه هذا نفس الصورة ذي لازم أرجع اسمه بريطاني والله شوف شوف هذا الحجم الحقيقي للجهاز اللي ورا اي بعد كان نصا داخل في الجدار اوريجينال يا حقيقي مخصوص انفراد هذا شنو هذا؟ اجزاء من الجهاز ما خلاص ابي ذا ابي فوق الشجره واخر يديك دوبك فحمات ليش؟ شنو الكاش ريجستر هذا ايش؟ فحم حق حق هذا هم الجدار صح اي نفسه يا هو هم مركبينه هنا احتياط بعد اذا ما يبون هاي بركبها فحمات السياره هذا شنو خطيره شكل حلو لا خطيره بس خلاص جر عليها الزمن شوف اخر ايام هتلر قلت النازيه النازيه هذا اخر ايام سواستيكا هذا اخر ايام شوف الهدام هذا كان شوف سبحان الله سبحان غير الأحوال كان هنا بعد المبنى تكسر بعد جاي شوف المملكة بساعة نحسيت لا هذا اللي كان يصوت عليهم وش خلاص بعد كل واحد ليومه هو ذاك مين أخذ كل واحد زمان أخذت وقتك وجاك وتلك الأيام الدوري شو الصوت الحلو هذا صوت الجهاز يعيشك الدور وانا اشتكي من صوت هذه بداية أربعة هي اللي تدهورت هذه بداية كيف بدأوا في الأرقام بعدين كنسلوا كتابة طويلة دي قال خلنا نختصرها خطوط ثلاثة خطوط ربع خطوط هنا اوكي واثنين هذا علي يقول هنا رقم أربعة شوف عقد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس صارت عوب بالعربي عين واو ذي لا بس بنقلوب يعني إيه ذي تسعة يعني ذي تسعة هذه لا حقيقية إيه هذه لا صح هذا واي
هواي حقيقة هذا. كيف كذا ليش أربعة اعتبروا هواي في البداية؟ هواي غريبة. واحد ثلاثة ما doesn't make sense. ستة ما جيم أنا شلون جاية بس هذا والله في أشياء اختلافات كبيرة. كنسلوهم بعدين أنا كان سماهي أبو خلاص يضرب هذول ويجمعوا هذول اللي فوق خلاص والله ما يبقى. كم واحد عندك؟ ثلاث واحدات والله خلاص عندي ستة واحدات أنا سمعت إنه من عربي صحيح بس فين ماني شايف هنا ماني شايف ما بهم مخذينا من عندنا احنا ارقامنا ما كانت الارقام اللي احنا نستخدمها الحين ارقامنا اللي احنا نستخدمها بالعربي العربي ما بلنا لحق الهندي الاصل ترى ارقامنا الحقيقيه تقريبا سمعت انك بس ان ارقام حقتنا نتداولها الحين بارقامنا مش الارقام اللي نستخدمها احنا زين انا دافع فلوس عشان رقم جوالي في موبايلي مش الرقم من نطق الرقم خط كتابة الرقم اشرح واحد هذا الكالندر ذي اشتريه كذا فيه بابلز كذا شو هذا وكل تاريخ يوصل لك قد رجع وهذا الاستيكرات نفس الكالندر اللي يكون انك تحطه بالالوان اللون هذا ايش معناته ولا هذا ايش معناته او عندك يعني ما بعده شيء هذا ميديا ممكن هذا يعني ايش فعلنا هذا انا ضربت تبانه انا الارض الازرق شوف كيف الساعه درب التبانة ماشي معنى التبانة بتولع ولا بس كذا شو الساعة اتوقع كلها ديكور ما ادري يا اتوقع كلها ديكور هذا النقاط هذه هذا ابل من الحقيقي العلامة مقورة نفس الفكرة بس حتى لو جبت نفس القطعة يا والله حقيقي بس كذا خلصنا خلص المتحف هذا طلع معنا المتحف ذا طلع معنا هدية جاي هدية طلع معنا طلع بس كذا خلاص بوقف لأن أتوقع بيكون طويل الحين ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني لا تنسون بردعكم وانتظرون الفيديوهات الثانية السلام عليكم.